جديد هذه الطبعة من المؤتمر؟ أولا ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة في طبعته التاسعة عرف العديد من الأشياء التي أضيفت مقارنة بالطبعات السابقة، يعني الطبعة الثامنة والطبعة السابعة. هذه الطبعة كان الحضور من دول ربما لا نملك أصلا علاقة معها ولا نملك تجارة معها، فنريد أن نحرك العلاقات الاقتصادية. مثلا رواندا دولة مهمة جدا في وسط إفريقيا، يحضر معنا مدير عام سابق لوكالة النهوض بالاستثمار وترقية التجارة أبيكس برواندا، وهو الآن أصبح من رجال الأعمال الذين يحتاجون إلى كل السلع مثل الإسمنت والكلينكر وغيرها من الأشياء، فأصبح يبحث عن أشياء ربما ينقلها إلى هناك. أيضا يحضر معنا مستثمرين من جيبوتي، من أديس أبيبا يعني من إثيوبيا، وهؤلاء المستثمرون أيضا يبحثون عن شراء منتجات. طبعة هذه يحضر معنا أيضا الاتحاد الإفريقي بصفة رسمية كالطبعة السابقة، لكن اخترنا أشياء ربما تفيدنا، اخترنا دائرة الإحصاء التي هي مهمة جدا في الاتحاد الإفريقي، لأنه كل شيء يمشي بالإحصاء، يمشي لما نعرف الأرقام نقدر نوصل إلى الأهداف المسطرة، هذا مهم جدا. أيضا يحضر معنا البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الأفريكسن بنك للجزائر، خرطت فيه في الشهر الماضي واليوم يبحث عن فرص تمويلية في التجارة وفرص أيضا تمويلية بالنسبة للاستثمار في العمق الإفريقي، وأيضا ممكن نجد مستثمرين يرغبون في الاستثمار خارج الجزائر في إفريقيا بدون إخراج العملة الصعبة من الجزائر للاستثمار، يمكن تمويل هذه المشاريع من خلال هذا البنك. أيضا البنك الإفريقي للتنمية الذي يحضر معنا، وهذا البنك الذي تعتبر الجزائر شريكة فيه أيضا منذ تأسيسه، كانت الدولة السابعة التي أسست، ولكن اليوم ربما لا نجد عائد من هذه البنوك التي نضع فيها اشتراكات كل سنة ولا يوجد فيها عائد. أيضا في نوعية الحضور يعني كان حضور متنوع بحيث أنه نستفيد أيضا من خبرة حتى السفراء المتواجدين في الجزائر من خلال نقل ربما المواد الأولية التي يمكن تصديرها إلى الجزائر وغير الجزائر، كيف يمكن أن نعزز التجارة بين دول الجنوب حتى تكون أقوى وتكون هناك تكامل بين هذه الدول.